السلام عليكم، رجعنا تاني بعد ما عملنا كرييت للفيرتشوال ماشين بتاعتنا وسميناها ويبتو وحطينا الويب سايت بتاعنا. هنا انا علشان نفرق بين الويب سايت اللي موجود على ويب 1 والويب سايت اللي موجود على ويب 2، انا عملت تعديل بسيط على الويب سايت وخليت بالشكل ده. ده الويب سايت اللي موجود على ويب 1، ده الاي بي البابليك اي بي بتاعها. هنا انا اضفت كلمه ويب 1 علشان افرق، وهنا الاي بي البابليك اي بي بتاع الفيرتشوال ماشين اللي هي ويب 2، حطيت هنا ويب 2 علشان افرق بين السايتين لما اروح انادي عليهم باللود بالانسر اشوف مين من الماشين بيرد عليا. التعديل اللي انا عملته بسيط جدا، انا دخلت على الفيرتشوال ماشين بتاعتي بعد ما عملت الاي اس وحطيت الويب سايت بتاعي، هدخل هنا على درايف سي واختار الفولدر ده وهروح لل www root، هلاقي الويب سايت بتاعي هنا اهو، هفتحه صفحه الاندكس، هفتحه بالويب باد او نوت باد، وهعدل هنا في اسم الماشين بتاعتي واخليه هنا ويب 2 او ويب 1. تمام، هنبدا ان شاء الله دلوقتي في اول خطوه من خطوات جود بالانسر. هروح للبورده بتاعتي وهقول من هنا انا عاوز اعمل لود بالانسر. نلاحظ هنا ما عنديش اي لود بالانسر، هقول له اد. هيقول لي الريسورس جروب بتاعتك ايه هي. هنا هقول له انا عاوز احط الريسورس جروب اللي هي availability ار جي، لان هي دي الجروب اللي موجود فيها الويب 1 1، لان هي دي الريسورس جروب اللي موجود فيها التو فيرتشوال ماشين اللي عليهم السايت بتاعي. اوكي، النيم هسميه لود بالانسر، الريجون نفسها. هنا هيقول لي انت عايز اللود بالانسر ده يكون انترنال، يعني جوه تنادي عليه من جوه الفيرتشوال ماشين، ولا عايزه بابليك اوفر انترنت؟ انا عايزه بابليك اوفر انترنت. هنا ظهر لي حاجه جديده اسمها اس كي يو. الاس كيو اختصار لي ستوك كيبنج يونت. ستوك كيبنج يونت يعني ايه الكلام ده؟ قال لي انه الستوك كيب يونت يعني وحده قياس للداتا اللي من خلال اللود بالانس اللي انا هعملها. انا هنا عندي نوعين، عندي بيزك وعندي ستاندرد. البيزك بيديني لحد 2 جيج كمساحه، بينما الستاندرد بيوصل معايا لحد 2 تيرا. فانا هحدد استخداماتي على لود بالانسر ده واشوف انا محتاج البيزك ولا محتاج الاستاندرد. انا في حالتي ديت محتاج البيزك. ممكن كمان ان احنا لو رحنا هنا دخل جوجل وقلنا له اس كي يو ايجر علشان اعرف معلومات اكتر عنه، هروح مثلا لين كده هيبدا هنا يكلمني عنه ويشرح لي تحت انه في حاجه اسمها بيزك اللي احنا اتكلمنا عليها، ودي قال لي ان هي بتبقى 2 جيج زي ما احنا قلنا. قال لي هنا كمان في ستاندرد، وستاندرد انواع على حسب الريجون اللي انت داخل من عليها، ده بيوصل معايا ل 25 جيج، او النوع الثاني بيديني 100 والثالث بيديني 200 وهكذا، وبيوصل معايا ل 12 او 24 تيرا بايت. تمام؟ اوكي، نكمل. هختار البيزك اس كيو. هيقول لي هنا البابليك اي بي اللي انت هتستخدمه اللود بالانسر ده موجود ولا اعمل لك واحد ثاني؟ هقول له اوكي، انا ممكن استخدم اي بابليك اي بي معايا وانادي على الماشين بتاعتي من خلاله، يعني ممكن استخدم البابليك اي بي بتاع الويب 1 او الويب 2، لكن ريكومندد خليه هو يكريت نيو بابليك اي بي علشان اروح انادي على الويب سايت بتاعي من خلاله. تمام، هتسميه ايه؟ هسميه لود بالانسر اي بي. تمام،
دايناميك ولا ستاتيك؟ لا انا عايزه ستاتيك علشان ما يتغيرش زي ما قلنا الدروس اللي فاتت. هقول نكست، هتحط تاجز؟ لا نكست. هيبدا يجريد للود بالانس. تمام، هو هنا خلص اللود بالانسر بتاعي. تمام جدا، هروح من هنا واختار لود بالانسر. هلاحظ ان هو اتعمل له كرييت بالريسورس جروب اللي انا حددتها له والريجون والفري اكونت اللي انا داخل منه. هقف عليه من هنا، هبدا اتعرف عليه. قال لي ان هو ده تابع للريسورس جروب اللي اسمها افيلابيلتي، ار جي اللوكيشن بتاعها، سبسكريبشن اللي انت داخل بيه، والاس كيو النوع البيزك اللي احنا خدناه. تمام، الكونفجريشن بتاع اللود بالانسر كالتالي. اول حاجه هي الباك اند بول. الباك اند بول هو اللي بيعمل كولكت للاي بي التابع للفيرشوال ماشين اللي هتبقى في اللود بالانسر. بيكولكت الاي بي ده ويجمعه لي في اي بي واحد بس اقدر من خلاله اكونكت على الويب سايت بتاعي. تمام، تعالوا نعمله مع بعض. من هنا هختار باك اند بول، هقول له اد اسميه ماي باك اند بول. هنا قال لي انت هتربط الاند بول او الباك اند بول بايه؟ هقول له انا هربطه بالافالابيليتي ست. ليه؟ لانه هنا الافالابيليتي ست هي اللي فيها تو فيرجوال ماشين اللي انا عايز اعمل لها لود بالانسر، فبالتالي لازم اربطه بالافالابيليتي ست. ما ينفعش اربطه بسنجل ماشين ولا ينفع اربطه بسكيل ست، وهنتكلم ان شاء الله عن سكيل ست في الدروس اللي جاي. فبالتالي من هنا اختار الافالابيليتي ست بتاعتي. قال لي طيب انت الافالابيليتي ست اللي انت هتربطه ايه هو؟ انا برضو ما عنديش الا availability set واحده اللي احنا عملنا لها كريت مع بعض. قال لي اه خلي بالك انه في هنا تو فيرتشوال ماشين. هقول له ايوه انا فعليا عاوز الماي availability set اللي فيها تو فيرتشوال ماشين واللي عليها الويب سايت بتاعي. هيقول لي اوكي، حدد لي بقى الاي بي ادريس بتاع كل فيرتشوال ماشين علشان اعمل لك كولكت ليهم واديك 1 اي بي تقدر تكونكت بيه على الويب سايت بتاعك. هقول اوكي اد اول فيرتشوال ماشين اللي هي ويب 1 اهي، والثانيه الاي بي الانترنال بتاع اهو، وثاني فيرتشوال ماشين ويب 2، وادي يا سيدي الاي بي بتاعها اهو. هقول له هنا سيف، لازم اعمل سيف علشان ي ابديت للكونفيجريشن بتاع الماي باك اند بول. هو هنا انتهى. هروح كمان لللود بالانسر بتاعي واشوف ايه اللي ناقصني في الكونفيجريشن ما كملتهاش. قال لي اوكي انت دلوقتي عملت باك اند بول بس لسه هتعمل حاجه اسمها هيلث بروب. طيب الهيلث بروب يا شباب هي اللي بتروح تشك على الفيرتشوال ماشين ديت وتشوف الاستيتس بتاعتها وتنادي عليها، وفي حاله ان هي ما ردتش عليها بتفهم ان في دروب في اي من الماشين اللي موجوده في اللود بالانسر، وبتتصرف على اساس الدروب ده. تمام، فانا هقول له هنا اد وهسميها ماي هيل واحنا اتفقنا ان مفيش مسافات. هنا هيقول البروتوكول اللي انت هتشتغل عليه ايه؟ هل هو تي سي بي ولا اتش تي بي؟ طيب احنا هنحط ويب سايت، فالويب سايت باي ديفولت ما بيشتغلش على تي سي بي ولكن بيشتغل على اتش تي بي، فبالتالي انا لازم اختار اتش تي بي من هنا. تمام، البورت هو 80 ايوه، الباص هو سلاش ايوه، الانترفال اللي احنا اتكلمنا عليها كل 5 ثواني هروح اتشيك على الهيلث بتاع الماشين
ايوه انا ممكن اعدلها من هنا، لو انا شايف ان هي قليله او كتيره فممكن انا اخليها مثلا 7 ثواني. اوكي، بعد كام عمليه فيلر لو ما ردتش عليا الماشين دي هفهم ان في حاجه غلط بعد عمليتين او عمليه او اي حاجه ممكن ان نحددها له. بعد كده بقول له اوكي، هنا هيبدا يكريت للبروب بتاعي. جميل، هروح برضو للود بالانسر وشوف ايه اللي ناقصني في الكومبيليشن علشان اعمله. تمام، قال لي اوكي الباك اند بول خلاص، الهيلث بروب خلاص، فاضل لك بس حاجه اسمها اللود بالانسنج رول. تمام، هروح اقول له اوكي اعمل لي لود بالانسنج رول اد، هقول له النيم لود بالانسنج رول 1 على اعتبار ان انا ممكن اعمل اكتر من رول، بس في حالتنا مش هنحتاج كل واحده فقط، فهنقول له اوكي. هنا قال لي ايه بقى؟ قال الفرونت اند اي بي ادريس اللي هنادي بيه على اللود بالانسر اللي موجود فيه الويب سايت بتاعك او الابلكيشن او الداتا بيز بتاعتك هو ده. فبالتالي انا هنا كنت بنادي على الويب سايت بتاعي بالاي بي ده اللي هو خاص بالماشين اللي اسمها ويب 1، او الاي بي ده اللي خاص بالماشين اللي اسمها ويب 2. لكن لما عملت او لما هعمل اللود بالانسر هروح انادي بالاي بي ده هيرد عليا الويب سايت بتاعي، وهنشوف الكلام ده مع بعض. اوكي، قال لي هي الباك اند بول بتاعتك اهي اللي احنا عملنا لها كريت مع بعض، والهيلث بروب بتاعتك اهي اللي احنا برضه عملنا لها كريت مع بعض. تمام، اوكي، جميل، انا كده خلصت. المفروض اروح اعمل تيست للود بالانسر بتاعي. ازاي؟ هروح لهنا وهدخل جواه علشان اخد الاي بي بتاعه واعمل كوبي واروح انادي على الويب سايت بتاعي من هنا. هلاحظ انه فتح معايا اهو من الاي بي بتاعي وشغال دلوقتي بيرد عليا من ويب 2. طيب انا لو عملت ريفرش ستيل ويب 2 كمان ريفرش عشان احنا حاطين له 7 ثواني وبعد كده يبدا يرد من الماشين الثانيه. المفروض كنا قلناها هنا رد عليا من ويب 1، نفس السايت بتاعي اشتغل دلوقتي من ماشين رقم ويب 1 والماشين ويب 2. تعالوا بقى نفهم يا شباب هو ايه اللي حصل، علشان احنا اتفقنا في الكورس ده ان الحاجات المهمه هنقف عندها ونركز عليها شويه علشان تبقى مفهومه بالنسبه لنا بشكل كبير. اللي حصل لو فتحنا الصوره دي هنلاقي عندي ان كان عندي تو فيرجوال ماشين، ويب 1 وادي الاي بي بتاعها، ويب 2 وادي الاي بي بتاعها. وكنت اقدر انا كفيزيتور او كزائر للويب سايت اللي على الماشين ديت او اللي على الماشين ديت ان انا استخدم الاي بي ده او استخدم الاي بي ده. كل اللي عمله اللود بالانسر ان هو عمل باك اند بول جمع الاي بي ده مع الاي بي ده واداني اي بي جديد خالص، علشان الفيزيتور لما يكونكت على الويب سايت يكونكت عليه من خلال الاي بي ده. فاللود بالانسر مره يروح يوديه من الفيرشوال 1 ومره يوديه من الفيرشوال 2 كنوع من توزيع الاحمال على الماشين اللي عليها الويب بتاعي. لو رحنا كمان للبورتا هنفهم اكتر، لان انا لو رحت كده وقلت له فيرشوال ماشين هلاقي عندي التو فيرجوال ماشين اللي عليها الويب سايت بتاعي. خلي بالكم هنا ان الاي بي بتاع الويب 1 كان 104.41.140.136، وخلي بالكم برضو انا اقدر اكونكت على الويب سايت اللي عليه برضو باستخدام نفس الاي بي ده. وهنشوف لو قلنا كده 104 اهو مكتوب هيوديني برضو على الويب سايت بتاعي ويقول لي انت داخل من ويب 1. جميل جدا. طيب تعالوا بقى نقف على ويب 1 ديت علشان يطلع لنا ايه. خلي بالك هنا طلع لي البابليك اي بي مختلف عن ده ببساطة شديدة جدا، لانه اداني البابليك اي بي بتاع اللود بالانسر. طيب تيجوا كمان نتأكد اكتر لو رحنا الويب 2 وقفنا عليها
هلاقي ايه؟ هلاقي نفس الاي بي بتاع اللود بالانسر، تمام. بينما انا برضو ممكن اكونكت على الويب سايت باستخدام الاي بي ده. بكده نكون فهمنا اللود بالانسر وعملناه بشكل عملي، واعتقد ان احنا فهمناه بشكل كامل. الموضوع ده مهم جدا يا شباب، لانه مثلا لو في ويب سايت كبير بتاع مشتريات زي سوق دوت كوم مثلا او جوميا بيعمل عروض كل نهايه سنه، فبالتالي اداره الويب سايت ده عارفه تماما ان حجم الفيزيتور بيتضاعف، فبالتالي انا محتاج فعلا اعمل اللود بالانسر ده علشان اوزع الحمل وما يبقاش السيرفر بتاعي وما يبقاش الويب سايت بتاعي ياخد او يقرا من سيرفر واحد بس. وهنا حد ممكن يسال ويقول لي هي الويب سايت الكبيره قوي ديت زي سوق دوت كوم ونون واكسترا والويب سايت اللي احنا عارفينها ديت، هي بتتحط اصلا على فيرتشوال ماشين وبتتحط على كلاود؟ هقول له لحظه واحده، انا هوريك حاجه، تمام. بما ان احنا ناس ما بتبخلش بالمعلومه وعاوزين نشرح الدوره بتاعتنا تكون مغطيه كل الجوانب وبشكل عملي، ببساطه جدا هقول له ايجور ويب كاس جورج، هروح لينك ده مثلا، هنا بيقول لي see the amazing thing people are doing with Azure، تمام. هنا بيحط لي الفلتر علشان اختار من هنا، مثلا لو انا عاوز اشوف مين البنوك اللي راحت لايجور، مين يعني مواقع الطاقه، المواقع الالعاب، احنا عارفين مواقع الالعاب بتبقى محتاج ترافيك عالي جدا، مين المواقع الصحيه، الاندستريال، الاذر، البارتنر، كل حاجه، او اني اتصفح كده يعني بشكل جنرال. كفايه ان انا اقول لك انه مش هتكلم برضو، تمام. معروفة جدا في الاتصالات والاتصالات المرئية عموما، وبتحتاج ترافيك عالي جدا جدا. سريكوم مشهورة جدا، بتقدم خدمات متعددة، منها كمان خدمات النتورك، تمام. شركة طاقة مشهورة قوي، اي بي بي معروفة، تمام. لو عاوز اطبق فلتر من هنا هقول له مثلا الشركات الجيمنج او مواقع الجيمنج اللي عندك ايه هي، هنا هيقول لي بلاين جو، القطاع غير الربحي اللي بيهتم بالحاجه اللي هي مهمته ان هو ياخد خدمه يعني بمقابل بسيط لانه غير ربحي اصلا، فبالتالي راح ايجور علشان الكوست والهيدك والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها اهي، كل دي نون بروفيت. ممكن كمان ان انا لو رحت هنا، تمام، اقول له ايجور ويب سايت ليست، عفوا ليست مش ليست، اوكي، اروح مثلا للموقع ده عشان يجيبها لي كترندز، هيقول لي انه وده موقع مش مايكروسوفت يعني، علشان لو عايزين مصداقية أكتر، فده موقع أصلا ملوش علاقة بمايكروسوفت. هنا بيقول لي إنه كمان بيقسمها لي لوكيشن، ممكن لو هنا أدي ويب سايت أهو، وأدي كمان مقسمها لي إنه دي فيري هاي بالنسبة للترافيك، دي ميديم، دي هاي كده، وده اللوكيشن بتاعها. كل المواقع دي موجودة على إيجور، فبالتالي الموضوع خلاص احنا في فيوتشر ان شاء الله هيبقى هو ده المستقبل، الكلاودنج يا شباب هو ده التوجه العالمي، مش هيبقى عمليه مزاجيه، لا هيتفرض عليك فرض، فبالتالي انت لازم تكون جزء من المستقبل علشان ما تقفش جامد في مكانك والدنيا حواليك بتبقى شغاله. بكده نكون يعني انتهينا ان شاء الله تماما من درسنا النهارده الخاص باللود بالانسر، وغطينا كل الجوانب وعملناه بشكل عملي وفهمناه ككونسبت وكستبس. اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.